انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في البدايه كده حابه اشكركم واشكر كل اللي بيسال عليا وكل اللي دعالي. انا بصراحه تليفوني مش مبطل رن، ولا الواتس، ولا يعني انتوا بصراحه مش مقصرين. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، وانا بقيت احسن شويه بفضل ربنا ثم دعواتكم ليا. والنهارده بقى باذن الله يا حبايبي هعمل لكم مشروب جميل 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 لتخسيس الجسم كله، مش بيركز على حاجه معينه، بيخسس الكرش وبيخسس الارداف، بيخسس الجوانب، بيخسس الدراعات، كل حاجه في جسمنا حرفيا هينزلها. بس خليكم معايا لاخر الفيديو علشان نعرف ايه الطريقه وايه طريقه الاستخدام ونعرف عنه كل حاجه. اولا حبايب قلبي احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. فاضل لنا بالظبط على شهر رمضان شهر الا يومين، وان شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم بكل خير يا رب العالمين. النهارده بقى احنا هنعمل مشروب. احنا عايزين نشتغل على مشروبات الحارقه للدهون. احنا في شهر رمضان ده بفضل الله ممكن نخس فيه 15 كيلو، 15 كيلو باذن الله، واحنا صايمين نستفاد من صيامنا ان احنا نخس، ومش هنخس اي خسسان، ده احنا هننزل الدهون حرفيا، وهنشتغل على ده الفتره الجايه. وان شاء الله باذن الله نيجي كده على العيد ان شاء الله تلاقي كل جسمك زي ما انت عايزه. وتعالوا النهارده هقول لكم على المشروب بتاعي. النهارده هنجيب كده معايا كوبايه. اول مكون معايا هو هيتكون من مكونين اتنين فقط. اول مكون معايا هو الكركم. طبعا الكركم جميل جدا جدا في ازاله الدهون من الجسم، بيدوبها. الكركم له فوائد كتير جدا طبعا للجسم، بس اهم فوائده ان هو بيركز على الدهون في جميع انحاء الجسم، مش في منطقه واحده بس، يعني بيركز على البطن وعلى الجناب وعلى الارداف وعلى كله. وعايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا وصفتها لحد تبعي من مده طويله، وهي بصراحه شكرت لي جدا جدا في الوصفه دي، وحلفت لي ان هي نزلت عليها 20 كيلو. سبحان الله، في ناس كتير طبعا خست على الوصفات دي، بس دي بصراحه جابت لي يعني رقم ذهلني، فانا قررت ان شاء الله اقول لكم. طبعا الكركم ده بينصحوا بيه الناس اللي هم بتوع الجيم، بينصحوهم يشربوا كركم. الدكاتره بتوع التخسيس بينصحوا بالكركم. عايزه اقول لكم ان في علاجات للتخسيس فيها ماده الكركمين اللي هي اصلا مستخرجه من الكركم ده. هناخد منه كده معلقه واحده منه صغيره اهيت، تمام. المكون الثاني معايا هو الكزبره الناشفه. طبعا الكزبره الناشفه دي انا عملت بيها كذا فيديو تخسيس قبل كده. الكزبره دي جميله جدا وانشكر لي فيها جدا جدا، وفي ناس كتير جربت وصفات الكزبره الناشفه وشكرت لي فيها جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. هناخد منها حوالي معلقه ونص اهوت، بس كده. يبقى انا كده معايا اهوت الكزبره على الكركم، بس كده دول اللي انا عايزاهم النهارده. هجيب بقى ميه مغليه، بسم الله. هحط بقى كده ميه مغليه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهي يا حبيبه قلبي، احنا كده حطينا فيها الميه المغليه. كده بقى معايا مشروب قاهر للدهون، مشروب متكون يعني مكون من مكونين، اهم مكونين للتخسيس. انا اتفاجئت صراحه باللي قالت لي ان هي خست عليها 20 كيلو وحلفت لي، قلت لها اي وصفه فيهم بالظبط، قالت لي وصفه الكركم على الكزبره. بصراحه انا اتبهرت بالنتيجه دي وحبيت ان انا اقولها لكم. وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم رمضان معانا اكبر فرصه ان احنا نخس فيه. مش معنى ان احنا هنصوم طول النهار يبقى هنيجي على الفطار بقى ناكل وندبها كده وحلويات وبتاع، نبتدي نتخن طبعا، ونبتدي جسم اللي محروم منه طول النهار يبتدي ان هو يعمله كده اخر الليل. لا، احنا مش هنعمل كده خالص. احنا ان شاء الله باذن الله رمضان هيبقى عندنا شغل جامد جدا على الدهون، علشان هنخس فيه دهون، يعني هتنزلي الدهون اللي هي مش بتنزل اصلا. وان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا، هنمشي عليها لمده 10 ايام زي ما احنا متفقين. مين هياخدها؟ كلنا هناخدها ان شاء الله ما عدا الحامل، ما ينفعش ان هي تاخد معايا، لان انا بنسال على الحمل والرضاعه والحاجات دي. الحامل بلاش، انا ما انصحهاش تاخد معايا المشروبات دي خالص. الرضاعه ما فيش مشكله منها خالص ان هي تاخد معايا المشروبات دي. من سن بقى 10 سنين و15 سنه ممكن يشربوها. وعايزه اقول لكم ان الوصفه دي ينفع على امراض السكر والضغط والحاجات دي ان هم يشربوها، لانها مفيده جدا. الكركم اصلا مفيد جدا جدا. هنشربها امتى بقى يا مريم؟ هنشربها مره الصبح
على الريق، ومرة قبل الغدا بنص ساعة. لو عايزة تسد الشهية يبقى قبل الغدا بنص ساعة. عايزة تعلي الحرق في جسمك جدا وتحرقي الأكل يبقى بعد الغدا بنص ساعة. اتفقنا؟ يبقى مرة الصبح على الريق، ومرة لو انت على حسب جسمك او على حسب اللي انت شايفاه. لو عايزة تعلي الحرق في جسمك جامد هتشربيها بعد الغدا بنص ساعة، بعد الغدا. لو عايزة ان انت تسدي الشهية يبقى قبل الغدا بنص ساعة. اتفقنا كده؟ وطبعا على الريق هتعمل شغل جميل جدا، ولو شربتيها بعد الغدا او قبل الغدا هتعمل معاكي الشغل اللي انت عايزاه، وان شاء الله باذن الله هتشوفي نتيجه منها هايله جدا جدا. وهي دي كانت وصفتي النهارده بمكونين اتنين فقط، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم يا حبايب قلبي. وما تنسونيش بقى في اللايك، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك معايا ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واتمنى وصفاتي تكون بتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين كمان مره، ويلا اشوفكم على خير. وبشكركم جدا جدا يا حبايب قلبي، وربنا يبارك لي فيكم يا رب ويخليكم ليا ويجعلني دايما عند حسن ظنكم. واللي عنده اي اسئله يقولها لي، وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.